الميساج اللي بغيت نوصل وهو بأن 14 سنة ديال النضال على أساس يكون المساواة بين الجنسين بين الرجل والمرأة، ولكن يؤسفنا القانون هذه قلتها في عدة لقاءات، القانون ما عمره كينص في المرأة، إلا نصفها بدوريات ونتبعوا الدوريات يوليو قانون، وإلا جا القانون كنفرحوا به، وخاصة القانون 62/17 اللي مع الأسف مشى النصوص التنظيمية اللي مهمة وخاصة على بند الإقامة. شنو أنا بغيت نفهم المشرع ولا الحكومة ولا اللجنة اللي كتاخد هاد المعيار ديال بند الإقامة منين خداتو ومن جابتو؟ اللي حنا كنقولوا سلاليين، واللي كيعطي السلالة لبنادم هو يكون الأصل ديالو والدم ديالو من بلاده، يعني كنسميوه داوي الحقوق، يعني عنده حق في الأرض الجماعة ديال السلالية ديالو. ونجيو لبند الإقامة، يعني هنايا ما كانش تنسيق نهائيا ما بين الدوريات ولا بين القانون ولا بين النصوص التنظيمية اللي مع الأسف. يجي لبند الإقامة يقول لك المقيم، هاد المغرب واش معروف فيه ما فيش المهاجرين؟ معروف فيه واش ما فيش رجال التعليم اللي كيخوا بلادهم؟ معروف فيه ما فيش المخزن العسكر البوليس؟ يعني هادو كلهم كيخرجوا. ونجيو للمجالات الاخرى اللي راه الطيب ولا الفلاحه، وخاصه الفقر اللي راه مع الاسف الناس هاجروا بلادهم، فيهم اليد العامله اللي فيهم البنايه، اللي فيهم خادمات البيوت، اللي فيهم كيمشيو يترزقوا باب الله، حيت بلادك ما كتهزكش. انا ما عنديش الارض اللي نفلح، بلادي ما هزانيش، ضروري وطبيعي غادي نخرج، ولكن هذا يعني بانني ماشي سلالي وماشي انا ذوي الحقوق وانا مقصي بالبند الاقامه. انا كنقول هذا اللي احنا درنا توقيعات ديالنا 20,000 توقيع، والحكومه مع الاسف السابقه ما نعرف واش كتقشب علينا، واش كتفلى علينا. اللي صدر كيشرح لنا داكشي اللي حنا انتقدناه، كيشرح لنا داكشي اللي حنا ما بغيناش، كيشرح لنا داكشي علاش جمعنا التوقيعات جميع انحاء المغرب القاطنين والغير القاطنين باش نلغيو هذا البند، ولكن مع الاسف كيشرح لنا داكشي اللي قال في بند الاقامه. راه ماشي الشرح سيدي اللي خاصنا، راه قلنا لكم هذا البند الاقامه كيقصي المراه وكيقصي الرجل، يعني كيقصينا كمواطنين وكذوي حقوق وكسلاليين. دابا حنا الا التلاعب هذا، الارض عندها شي طريقه اخرى ولا عندها شي صيغه اخرى، ولا المشرع ولا اللي كينص هذا القانون عندهم شي مخطط اخر ولا شي بروغرام اخر نعرفوه، ماشي تلعبوا بينا مره جينا دوريه ومره بند الاقامه و14 عام ديال النضال. واش مازال غنضلوا العمر كامل؟ اذا حنا كنقولوا لهذا المشرع ولا اللي سطر القانون ولا هذه اللجنه، واش ما كتاخذوش بعين الاعتبار هاد الناس اللي كيناضلوا، هاد الناس اللي كيديروا وقفات احتجاجيات؟ ما خلينا في الصحافه، ما خلينا وقفات احتجاجيات، ما خلينا مذكرات، ما خلينا ما درنا. واش هاد الشيء غير كتقولوه باش يكون بلا ما بقى نديروه؟ الا عند فراسكم شي حاجه اللي بغيتوا ديروا ديروها، يعني حيت كيبغي المغرب يدير شي حاجه كيديرها. على سبيل المثال جا الفيروس تلقيح، كلشي تلقح على اللي بغى اللي ما بغاش، والارض ناضلنا ودرنا جميع كنمشيو مع الاسف بالمساطر القانونيه باش هاد المرأة يكون عندها الحق. وفي الاخر اش بغينا من هادشي كله؟ بغينا داك الاكتفاء الذاتي باش العيالات يكون عندها واحد الاكتفاء الذاتي وواحد الدخل قار باش تستقر الاسره ديالها وينجحوا وليداتها في التعليم وتستقر حتى الدوله ديالنا من الفقر ومن العواز. ويؤسفني بقى نقول هاد الهضره، عيب وعار. حنا نكونوا في دوله الحق والقانون، و14 عام مازال الهضره اللي قلتها في العام الاول كنعاودها بعد 14 سنه وبدينا كنعياو، ولكن راه ما غاديش نعياو، راه نجريو الله يجعلنا بعكازنا، الله يجري وليداتنا ويعاود يتجاروا مورانا. وكنقول هذا والله الا هذا منكر، بارك ما تلعبوا بالمشاعر وبالنضال ديالنا وباسم الحق، وشي حق ما كاين.